السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة يلا معانا عفلسطين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ربوع فلسطين المباركة. اليوم رح ناخذكم أنا وأبو عزام في جولة ورحلة داخل مدينة عكا، وتحديدا الآثار القديمة الموجودة في أسفل القلعة وأسفل سجن عكا الموجود خلفي هنا. رح ناخذكم من خلال هذه السراديب والأنفاق حتى نعرفكم على تاريخ هذه المدينة وتاريخ هذه الأنفاق. خليكم معنا ويلا معنا على عكا. يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين، انظر بالأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. منذ السنوات الأولى للاحتلال الصليبي في فلسطين وخاصة في عكا عام 1110 للميلاد، حصل فرسان الإسبتارية على أملاك في المدينة، وفي عام 1135 للميلاد تم البدء ببناء مركز جديد لهم في القسم الشمالي الغربي من المدينة بمحاذاة السور الشمالي لعكا، وهو هذا المركز. في عام 1187 للميلاد ومباشرة بعد معركة حطين، حرر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي مدينة عكا، ثم حرر بيت المقدس ومعظم الساحل الفلسطيني، وسمح للفرنج بمغادرة المدن التي حررها، فالتجأوا إلى مدينة صور التي جعلها الفرنج نقطة تجمع وانطلاق للقوات الصليبية للعودة من جديد والاشتراك في الحملات الصليبية اللاحقة، ولا سيما الحملة الصليبية الثالثة التي حاصرت عكا حصارا طويلا، واحتلها الصليبيون بعد 4 سنوات على تحريرها في 12 من تموز عام 1191 للميلاد. قتلوا أهلها وحاميتها بعد أن وعدوهم بالأمان. وبعد أن دامت المملكة الصليبية الساحلية في عكا 100 عام، نقضت خلالها العهود والمواثيق التي أبرمت مع المسلمين. حاصر المماليك عكا بقيادة السلطان الأشرف خليل بن قالوون في نيسان من عام 1291 للميلاد لمدة 44 يوما، حتى تمكن من تحريرها في 8 آيار في ذلك العام. وترتب على تحرير عكا انهيار مقاومة الفرنج في الساحل الشامي، فبادروا إلى إخلاء معاقلهم، واستولى المماليك على صيدا وبيروت وصور وحيفا وعتليت وأنطرسوس، وهكذا سقطت آخر المعاقل الصليبية في الشرق العربي في أيدي المماليك، وتحررت أراضي الشام كلها من سيطرتهم، تاركين في عكا أثرا لقلعة فرسان المعبد التي دمرت بالكامل، وبقايا قلعة فرسان الإسبتارية، ومعاقل وأبنية ومقرات فوق الأرض وقاعات وأنفاق وسراديب سرية تحت الأرض خدمت الصليبيين قرابة 200 عام، تقاسمها فرسان الإسبتارية وفرسان المعبد الذين كانوا يعدون 2 من أبرز الفرق العسكرية الصليبية الإرهابية في القرون 11 و12 و13، والذين قاموا بمجازر مروعة في حق المسلمين ولم ينجوا من بطشهم المسيحيون العرب سكان البلاد. وفي فترة الدولة العثمانية تم إعادة بناء مدينة عكا وترميم ما بقي فيها من قلاع وأسوار، وخاصة هذه القلعة. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أبرز المعالم الصليبية التي كانت مقرا لفرسان الإسبتارية. مرحبا بكم متابعينا من جديد من مدينة عكا. الآن رح ناخذكم في جولة تحت الأرض وهي مدينة عكا التحتة، حتى نورجيكم الأنفاق والسراديب وقاعات الفرسان الموجودة أسفل هذا المكان. خليكم معنا ويلا معنا على عكا.
نقف الآن متابعينا الكرام أمام قلعة عكا، هذه القلعة الصليبية والتي أتم بناءها أحمد باشا الجزار. تفضلوا معنا. كان مقر قيادة فرسان الإسبتارية قائما في القدس أيام المملكة الصليبية الأولى، وبعد تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي قامت بنقل مقر قيادتها إلى عكا أيام المملكة الصليبية الثانية. وفرسان الإسبتارية الذين كان لهم حي في المكان في حقبة المملكة الصليبية الأولى عادوا إلى عكا وقاموا بتوسيع مقر قيادتهم وبنوا المركز من جديد. بني المركز الإسبتاري من طبقتين حتى ثلاث طبقات حول ساحة مركزية، وله أيضا أجزاء تحت الأرض، خزانات مياه وشبكة مجاري ومرافق لم يتم اكتشافها والتنقيب عنها بعد. لم يتبقى من البناء إلا الطبقة الأولى فقط، وقد هدمت الطبقات العلوية بعد الفتح الإسلامي وبفعل الزمن. Number in front of you and every narrow and you begin outside with number 3. Okay, thank you very much. حتى الآن تم التنقيب عن مساحة تبلغ حوالي 5000 متر مربع، تشمل الساحة المركزية والأجنحة الشمالية والشرقية والجنوبية، ولم يتم التنقيب عن الجناح الغربي حتى الآن. تتكون منطقة الحي الإسبتاري حي المستشفى في عكا من 3 مبان رئيسية: القلعة أو مقر القيادة وقاعات الفرسان، كنيسة القديس يوحنا جنوب المقر، والمستشفى غير المكتشف جنوب الكنيسة. متابعينا بنكمل معكم، راح الآن نتجول مع بعض. احنا الآن نزلنا 6 متر على مستوى سطح المدينة حتى نصل مرافق القلعة. الآن راح ناخذكم في جولة بأول قاعة وهي قاعة السجناء، لأن احنا باعتبار صرنا تحت مستوى سطح الشارع الرئيسي أو سطح مدينة عكا. قاعة السجناء هاي موجودة أسفل مدينة عكا، وهو أول مرفق راح ندخله الآن معكم إن شاء الله حتى نتعرف عليه. بالمناسبة هون السياحة أعطونا باعتبار زي راديو مسجل بيشرح لنا عن كل منطقة ندخلها أو عن كل قاعة ندخلها في مرافق هاي القلعة. تمام، خليكم معنا حتى نتعرف على تفاصيل أكثر داخل هذه القاعة. نكمل معكم متابعينا الكرام، متابعينا احبابنا، في شغله مهمه جدا. هذا المركز او هذا المكان اللي بيشرف عليه اللي هي السياحه، وزاره السياحه الاسرائيليه، الان موجود انه هون مكتوب، هم حاطينه طبعا العهد الكنعاني سنه 3000 قبل الميلاد. طيب بدنا نحكي يا جماعه الخير انه التاريخ لا يستطيع احد ان ينكر التاريخ. الان بلادنا هاي فلسطين اول من سكنها زي ما كنا بنعرف وكل العالم بيعرف، اول من سكنها هم العرب الكنعانيون. العرب سكنوا يافا، عكا، الخليل، القدس. فلذلك راح نشوف هاي الحضارات كلياتها، على سبيل المثال العهد الفارسي، الهليني، الروماني، البيزنطي، كلها هاي اجت بعد ما استوطن او بعد ما سكن في هاي الارض اللي هم العرب الكنعانيون. تمام، راح نكمل معكم حتى نطلع على قاعه اخرى أسفل مدينة عكا. نحن الآن موجودين تحت الأرض، الإنارة هاي شايفينها هي إنارة اصطناعية طبعاً لأنه ما في إنارة هون. إحنا الآن طالعين من قاعة السجناء باتجاه قاعة أخرى. طيب الآن هون كمان موجودة عندنا الفترة الإسلامية القديمة، بيحكي عن أبرز المراحل في هاي الفترة وعن إيش كانت تشتهر فيها المدينة، التجارة مع مين، كانت علاقاتها الدول المجاورة إلى آخره. طيب
المشوار طويل الإخوان في عكا تحته. نستمر معكم في التجول داخل المدينة تحت لعكا الموجودة أسفل الأرض. من هم فرسان الإسبيتاريا؟ فرسان الإسبيتاريا هم أخوية فرسان القديس يوحنا المعروفة بفرسان المشفى نايتس هوسبيتالوس أو منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة أو فرسان رودوس. نشأت هذه المنظمة في جزيرة مالطا وعرفت باسم فرسان القديس يوحنا، وقد انبثقت عن الجماعة الكبيرة الأم والمشهورة باسم فرسان المعبد أو فرسان الهيكل التي اشتهرت أيام الحروب الصليبية. بدأ ظهور فرسان مالطا عام 1070 للميلاد كهيئة داعمة أسسها بعض الإيطاليين بحجة رعاية مرضى المسيحيين في مستشفى قديس القدس يوحنا قرب كنيسة القيامة في القدس، وظل هؤلاء يمارسون عملهم في ظل حكم الدولة الإسلامية، وقد أطلق عليهم اسم فرسان المستشفى أو الإسبيتاريا باللغة الإيطالية هوسبيتالوس، تمييزا لهم عن هيئات الفرسان التي كانت موجودة آنذاك مثل فرسان المعبد وفرسان التيوتون وغيرهم، إلا أنهم كانوا فرسان الغزو الصليبي بعد أن أعيد تشكيل التنظيم على أساس عسكري مسلح باركه البابا نوست الثاني عام 1130 للميلاد، حتى قيل إن الفضل في بقاء مدينة القدس تحت الاحتلال الصليبي واستمرار الحيوية في الجيوش الصليبية يعود بالأساس إلى فرسان الإسبيتاريا بجانب فرسان المعبد. وبعد هزيمتهم المدوية في عكا فروا إلى قبرص عام 1291، ثم إلى رودوس عام 1310، ثم عرفوا بفرسان رودوس. حاصرهم السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1480 للميلاد، وانتصر عليهم السلطان سليمان القانوني عام 1522 للميلاد، ومنحهم الإمبراطور شارل الخامس عام 1530 للميلاد جسيرة مالطا إلى أن استولى نابليون على مالطا عام 1798 للميلاد، لتتحول اليوم لدولة فرسان مالطا حيث يقع مقرها في العاصمة الإيطالية روما.
ايوه هون هون القاعه الجميله. طيب متابعينا بنكمل معكم الان، راح ادخل معكم قاعه جديده في المدينه تحت مدينه عكا اللي تحت الارض اللي هي القاعه الجميله. القاعه الجميله نحن الان في المتصفى حتى نتفرج على الفن المعماري الموجود في داخلها. هي على فكرة جميلة، يسموها جميلة لأنها صمدت عبر السنين وما انهارت. متابعينا الاحباب بنكمل معكم من مدينه عكا لتحت الارض. هاي احنا الان نزلنا عده مرات درجات لتحت الارض، راح ننزل نكمل معكم الان عندنا كمان مكان هون. زرنا عده قاعات منها القاعه الجميله، منها الكنيسه، وكل قاعه بنروحها بننزل درج كمان تحت الارض. نكمل معكم نشوف وين راح نصل الان مع بعض ان شاء الله. في هاي الانفاق والسراديب القديمه الموجودة أسفل مدينة عكا. نعم أبو عزام، هل في مخرج ولا إكلوز؟ استمر في إضاءة أبو عزام، استمر في العمل الجيد بسم الله الرحمن الرحيم. في سراديب هون بسم الله، يعني هاي سراديب تربط بين القاعات. ممكن هذا هو النفق يا ابو عزام؟ نفق هذا نفق من الانفاق والسراديب، يا هو نفق من الانفاق الموجوده والسراديب، لكن هو مغلق في هذا الاتجاه. لا والله مش مغلق، في تكمله لسه. ارتفاع هون اعلى واريح. نعم طبعا يا اخوان، هاي السراديب بتربط القاعات بين بعضها البعض وبتربط القلعه مع البحر. نستمر معكم من تحت الأرض في مدينة عكا. هذه المغامرة تشاهدونها فقط على يلا معنا فلسطين. طبعا أجواء هون برد كثير حلوة. استمر أبو عزام، شو الوضع عندك؟ الوضع إنه هون في اشياء غريبه. تصور عليه صار هاي الغرفه. هذه قاعده من قواعد الاعمده اللي موجوده في قاعه لم ندخلها بعد، نبحث عنها الان ممكن نلاقيها في طريقنا. بسم الله. هون في منطقه مغلقه طبعا، في منطقه قريبه على البحر مسكره ابو عزام، حكونا انه فيها طالع المي من البحر، ولكن نستمر. متابعينا وصلنا معكم لإحدى أكبر القاعات الموجودة في المدينة السفلية لعكا.
مرحبا فيكم جديد. كمل معكم. هاي احد الادوات اللي كان يستخدم زيها اللي بنوا حصن لهم هون بعد ما طردهم صلاح الدين الايوبي من القدس. نكمل معكم في جولتنا داخل الانفاق والسراديب. يلا معانا ابرزتين. اوكي نكمل معكم هون هيك. الجو طويل جدا. الجو طويل جدا. ولكن احنا قدر الامكان ان شاء الله بدنا نغطي المكان هذا. طبعا هون يا اخوان المرافق الموجوده هون غرف. غرف وفي ايضا مستشفى. تم استخدام هذا المكان بعض المرافق فيه كمستشفى وبعض الاماكن كالقاعة الجميلة اللي كنا نجيب فيها الان كبيرة هي الضخمة هي قاعة الطعام. يعني احنا لسه في كمان طبقة تحتينا انا شايف. مبين يا ابو عزام؟ نعم. هنا حمامات ومراحيض عامة في زمن الفترة الصليبية. طبعا هاي كراسي للمراحيض كلها متراصة بجانب بعض دون قواطع دون عوازل دون أي فاصل للخصوصية. متابعينا الكرام في قناة يلا معنا عفلسطين نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة والمميزة من مدينة عكا والتي اصطحبناكم من خلالها في جولة في مدينة عكا السفلية والموجودة تحت الأرض تحت هذه القلعة قلعة عكا لاستكشاف المزيد من الحضارات والثقافات التي مرت عبر العصور في فلسطين بروح المغامرة والاستكشاف. ندعوكم للاشتراك على قناة يلا معنا على فلسطين يوتيوب فيسبوك انستغرام تويتر. شكرا لكم. كان معكم معين أبو شخيدم ومن وراء الكاميرا نعمان عزام سلهب. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب الخليل طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان.